يلا فلوج فلوج رايق، نفسي اعرف فلوج ده اختصار ايه، بس هو فلوج. يلا نروح المول. ده العربية دي على الرملة ايه؟ المفروض دي عجلة فيها بدلات، يعني هو موتوسيكل وبس عجلة. العربية دي بريموت؟ لا بتغسل سنانك، برافو عليك. هو ده بسين. يلا نكمل التمشية في المول. حلو قوي الديكورات دي، الديكورات دي رايقة. انا ماشي بلا هدف، مش عارف بدور على ايه. لقيت الطقم ده برضو، انا هفضل ماشي بلا هدف لحد ما الاقي حاجة تتزلت، تتحط قدام بحر كده وتعمل بقى ايه اللي هو كامبينج، وتجيب برضو ملعب الكرة ده تحطه قدام الكامبينج. لا دي مش هتنفع. وبصوا الساند باك دي كمان حلوة، شنطة الدمبلز دي النطيطة دي انا قلت هجربها. وبعدين لقيت المركب الرايقة دي، دي بقى تاخدها قدام الكامبينج، الخيمة الكامبينج. اتوبيس ده كان هيخبط. نخش بقى نشتري شوية زلطيات كده، ده بقى اللي هو نبات الباباز، ودي اسماك البولتشي، شوية بقى الجمبري الشريمب. ايه ده، دي ما فيهاش فرامل؟ في اختراع كده كان العربية المفروض وانت ماشي هي تمشي معاك لوحدها كده. يلا نروح نعمل زلطايه.